ماشي بسرعة يا شباب، جيبوا الشاي يلا بسرعة. لو سمحتوا جيبوا الشاي. سيدي بدي اغطس بأبريق الشاي، بدي اسبح بمسبح فيه شاي. سيدي شئت للشاي كتير. والله يا رجال تعرف شو بدنا كمان؟ يا ريت لو عنا شيء خفيف ناكله لأني جوعان شوي. ايه والله معك حق، معك حق سيدي، أنا ميت من الجوع. ايه والله وأنا كمان يا سيدي، عن جد جوعان كتير. سيدي بصراحة أكل الندوة ما رح يشبعنا. ها شو جاي عبالك أستاذ يشار؟ لحمة الخروف من إيدين يشار سيدي. لحمة من الصبح؟ سيدي هاي اللحمة فيك تاكليها إمتى ما كان. ها دخيل الله. سيدي شو بدنا ناكل هلأ مشان الله؟ شوية جبنة مشوية ولا شوية لبنة وزيتون ومربى مثلاً؟ مو جبنة قديمة محمضة؟ لأنه ما فينا ناكل هالأكل على طول. أنا برأيي يا يشار إنه ساحة التدريب بالسكنة منشلف لك فيها بقرتين وخروفين وإنت بتربيهم، مو منيح هيك؟ والله فكرة حلوة سيدي النقي. يحلى وبرك إلهي. أهلين ابني، تفضل. سيدي يا عيني شلون شفتوا هالشوفة؟ مثل ما بدي بالضبط، والله ما بعرف شو بدي أقول. يا ريتني تمنيت شي مليون دولار. لك شو هالوليمة يا جماعة؟ شو هادي اللي حطيته؟ ايه لا هلا صار الشاي بالمرتبة الثانية. هدول من وين ابني؟ سيدي في زلمة اختيار جابه. زلمة اختيار؟ يعني جايبهم إلنا؟ لا سيدي مو بس إلكن، كل اللي بالكافيتيريا عم ياكلوا كمان. قال إنه الجنود لازم يتغذوا منيح، جابهم لإلنا كلنا. صحة وهنا سيدي. شكرا جانير، شكرا. شو هالزلمة الطيب؟ حلو كتير، خبز تازة كمان، جبنة بيضة ولحمة ولبا. يا شباب أقولكم جانير كان عم يقول على جدي اختيار. شفت طلبت اللحمة وجيت. بظن إني بعرفه لهالزلمة الختيار. حسن ما هي؟ مجموعة أوكوز. انتبه. استرح استرح. شايفين مثل ما توقعت. مساء الخير يا أولاد. جدي ميت أهلا وسهلا. أهلا فيك يا أبني حبيبي. تفضل جدي تفضل. يلا ارتاح. أهلا وسهلا سيد حسن. شكرا لكم. عدوا يا جماعة. ميت أهلا وسهلا جدو حسن، انبسطنا بشوفتك. شكرا لك. شرفتنا جدو حسن. شكرا بنتي. أهلا وسهلا جدو. شكراً لكم، تسلموا لي. منيح أني شفتكم بخير، ليش ما بلشتوا أكل لسه؟ يلا يا أولاد يلا بلشوا أكل. يلا سيادة العميد تفضلي. سيد حسن حاب يعزمكم، الجنود بالبوابة قالوا لي أنه إجا وأنا حبيت أعملكم مفاجأة. جدو حسن عن جد شكراً لك، انبسطنا عن جد بشوفتك بهالأكلات الطيبة. أنا ما عملت شي يا ابني، يا ريت لو فيني أعمل أكتر من هيك من شانكم ما بقصر. بصراحة أنا ما عاد فيني استنى، بدي آكل. يلا يا شباب. والله وأنا ما عاد فيني. يلا يلا بنشوف أكل. يلا صحة وعافية من الشباب. أنا رح صبه وخلوني آخذ. أنا من أول شاطر ياكل. والله ريحة شاي. يا شار بيقدر ياكل خروف لحاله جده. يا لطيف شو جوعان. والله وأنا. بيعرف كل شقفة بالخروف وبيطبخ كل شقفة بطريقة شكل. حلو كثير، برافو يا شار. ليك مو طيبين، ها لا حدا يقرب. هات لي يا العميد اماني ما تواخذينا كثير طيبة، مبينين كانه اول مره بيشوفوا. ولا خلص قبل شوي هذا ما بيتاكل، ما حدا ياكل ما حدا ياكل. انتوا شو طلعتوا جوعانين اكثر مني؟ والله كثير طيبين. يا لطيف شو اناني، اعطيني شوكه من عندك. يعني اللي بشوفكم كيف عم تعطوا اكل لبعض ما بيقول انتوا كنتوا عم تحاربوا سوا امبارح. لك جدي انت ما اكلت شيء، كلك شيء لقمه. لا ابني انا دقت من كل شيء لما كنت عم حضر لكم اياهم، بس فيني اشرب شوية لبن معكم إذا يشار. معك حايف الدين أصلا يشار مو شاطر غير بهالشغلات. هات عنا. اتفضل جدو، عنا بالضيعة بيسموا اللبن كاتيك. أوه وبضيعتي بيقولوا عنه آرتي، هيك بيسموه. آرتي حلو كتير. اسمعني يشار، العيران بالعادة مشروب الفقير، بس لازم ما تستخفيه بالمرة. ومن قرون كانوا يضيفوا للضيوف بكل بيوت التركية حوالين العالم، لكان والعيران كان بيبل قلوب المسافرين. ومو بس هيك، العيران كان رفيق العمال. ايه سيدي، قصدي يا اولاد بتعرفوا كيف تحموا وطننا؟
بدي اسألكم، الوطن بيعني البلد؟ يا ترى هو الأرض ولا الحدود؟ أكيد كل هدول، بس بالحقيقة العيران هو وطننا. هذا العيران بالنسبة إلي مثل الخبز ومثل النقش بالسجاد، واللون اللي بيميز القماشة التركية. إيه والله، ومثل الخرز الزرقاء المعلقة عبوابنا. خذ هي. شكرا، بس أنا ما بلبس هيك شغلات. يسلموا. ايه لا تتصفنوا ببعض هيك. ها يلا لشوف، كلوا. أنا حبيت. وأنت كمان بطلة، كلي، لازم تتغذي منيح. شكرا جدو حسن. العيران عن جد كتير ظريف، بس الشاي كمان لا يولى عليه بصراحة. صحة وهنا. سمعتوا؟ قال الخرز الزرقاء. يا شار ذكرني هلا أشوف خاطرك برا. حاضر سيدي النقيب. سيدي هي إليك، تفضل. شكرا لك. سيدي اجانا اتصال من مركز العمليات. تمام، حاجي فورا، فيك تروح. ابني انت اكلت؟ ايه اكلت عمي، شكرا لك. ماشي، صحة وهنا. عالبة. الف عافية. يلا كملوا. سيد حسن انت لطيف كتير عن جد، شكرا لك، يسلم ايديك. ما في داعي للشكر ابدا، يا ريت لو بقدر اعمل اكثر. يلا بالاذن. مع السلامة. شوفكم بعدين يا رجال. صحة وعوافية. شكرا. ارتاحوا يا مؤدبين. سيدي فينا نكمل اكل؟ على اساس ناطر قراري. جدي شكرا كثير لك، والله شبعنا كثير. صح وهنا يا ابني، بس هالاكل ما بيكفي لجنود البواسل. طيب. شوف لك، رح اجيب لكم مثل السفره مره ثانيه، انا حكيت مع الشباب. يا شار انت محظوظ. لك انا خليت محظوظ. مو طبيعي يا شار. جدي اخذ الاوامر من المقر، فشو رايكم بهالاوامر؟ موافقين عليها ولا لا؟ اكيد سيدي النقيب. صح وهنا يا شار، ليك خذ هدول لك.